السلام عليكم وصباح الصحة والعافية والخبرة الكافية بكل التفاصيل الغذائية الصحية المفيدة التي يحتوي عليها غذاؤنا ولها تأثير على صحتنا. العقل السليم بالتأكيد في الجسم السليم. بالفعل العقل السليم في الجسم السليم، واليوم هو اليوم العالمي للإذاعة. طبعا هذه مناسبة لنتمنى لكل الإذاعيين عاما موفقا، وكذلك نتمنى للجميع المشاركة في النسخة 11 من اليوم العالمي للإذاعة كما تدعو الأمم المتحدة لذلك. وبما أننا تحدثنا عن الغذاء قبل قليل أشرت إلى الغذاء، يقال يا أسماء لا تستجب لفضول معدتك كي لا تفتك بقلبك. وكما أن الذاكرة أحسن خادم للعقل، فإن النسيان أحسن خادم للقلب. ولصحة عقلك وقلبك اهتم بتجويد ما تأكل. إليكم أبرز محطاتنا في حضرتك. الوحدة سبب يضاعف المخاطر على ذاكرتنا. تحذيرات جديدة من إدمان الوجبات السريعة. الأحمر أم الأزرق الملكي؟ قصة اللون الأرجواني. أذكركم مشاهدينا بإمكانية المشاركة معنا عبر صفحة البرنامج والإجابة على سؤال حلقة اليوم. وسؤالنا يقول: كيف تتعاملون مع رغبة أولادكم الدائمة في تناول الوجبات السريعة على حساب أكل البيت؟ إذن خلال فترة الكورونا أتوقع أن الكثير زادت أوزانهم بسبب تناول الطعام وطلب الطعام من الخارج في الفترة التي كان بالإمكان ذلك. هنالك تداعيات كثيرة بسبب الكورونا وهذه الفترة والبقاء في المنزل لفترات طويلة للعمل عن بعد أو التعليم عن بعد. هذه الصورة يا أسماء التي تكررت في بلاد عديدة فضلا عن تداعيات التغير المناخي كانت سببا في زيادة استهلاك الطاقة والكهرباء. في إيطاليا على سبيل المثال غرقت المعالم الأثرية في ظلام دامس احتجاجا على ارتفاع أسعار الطاقة في البلاد وتسليطا للضوء على مشكلة الفواتير المرتفعة. وأعلنت أكثر من 10,000 بلدية في العاصمة روما وميلان توري إطفاء إنارة مبانيها احتجاجا على غلاء الأسعار. ويرجع خبراء أسباب ارتفاع أسعار الطاقة في الدول الأوروبية إلى انخفاض الإمدادات من الغاز الطبيعي وعدم تلبية الواردات للطلب المتزايد للطاقة في فصلي الخريف وأيضا الشتاء. نعلم كذلك التوترات الحاصلة في روسيا بين روسيا وأوكرانيا والتي تذكي المخاوف بارتفاع الأسعار إلى مستويات أعلى في ظل ارتباط الإمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا بواقع 40%، بالإضافة إلى وجود نقص كذلك في المعروض العالمي لأن الصين وخلال أشهر الصيف والخريف الماضي كانت اشترت الكثير من الغاز من الأسواق الدولية، وكذلك حتى الغاز المنتج أو الطاقة المنتجة بطاقة الرياح، وبالتالي هناك شح حتى في المعروض يذكي ارتفاع الأسعار، وهذا ما يجعل الدول الأوروبية تعاني بشكل واضح لأنها لم تجد طرق لتعويض هذا الناقص من الإمدادات. نعم، أو نقص من الإمدادات. دول شمال منطقة اليورو الذين يعانون حاليا من ارتفاع الأسعار، كذلك تعاني إسبانيا من ذات المشكلة غلاء الأسعار، وهنا في بلادنا العربية بالتأكيد بسبب نسب الضرائب المرتفعة وأيضا الفواتير بشكل عام إن كان الكهرباء أو الماء وفواتير مستلزمات والمسؤوليات اليومية. لا يزال مشاهدينا كثير من الناس في العالم يعانون من تداعيات جائحة كورونا السلبية على صحتهم
النفسية. في اليابان هناك حل آخر، فلم تعد مراكز اليوغا والتأمل وحدها التي تلبي حاجة المواطنين للاسترخاء، فالاستوديوهات واستوديوهات التصوير كان لها نصيب أيضا، كحال هذا الاستوديو المبتكر الذي يظهر أمامنا على الشاشة. يكمن السر في الغرف الأربع التي يمر الزبائن من خلالها، إذ توفر كل غرفة منظرا مختلفا عن سابقه، وتبدأ رحلة التأمل من الغرفة شديدة الإضاءة، ثم ينتقلون إلى غرفة أخرى شديدة العتمة لكنها مرصعة بالنجوم. بعد ذلك يدخلون إلى غرفة مزينة بالخيزران، وتختتم الجلسة بغرفة شرب الشاي. خلال الجلسة ممنوع على المشاركين من إجراء الأحاديث الجانبية ومن اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول. كما نقول النجوم في عز الظهر. والله هذه صعبة يا أسماء. من يرى النجوم في عز الظهر، هذه لازم تكون ضربة قوية على الرأس. قاسية وسلبية. ولكن عندما يستخدمون أو يلجؤون إلى أن يقوم الشخص الذي يمر بهذه التجربة إلى تناول الشاي، هي التجربة لها آلاف السنين، إن كان في اليابان وحتى في الصين، تهدف إلى الاسترخاء والراحة بشكل كبير، بحيث أنها تؤثر على الدماغ ولكن لا تؤدي إلى النعاس ومن ثم النوم. طيب إذا أخذنا التأمل بشيء من الدراسة والموضوعية بين قوسين، نعود إلى دراسة أجرتها جامعة ويك فورست بابتست، وأشرت إلى أن التأمل قد يقلل الشعور بالألم بواقع 40%، كما يقلل كذلك من الانزعاج العام من الألم بواقع 57%. وهذه الدراسة جرى تأكيدها فيما بعد من خلال دراسة أخرى. بالمقارنة فإن المورفين والمسكنات المماثلة تخفف الألم بنسبة 25% فقط، وبالتالي فإن التأمل طبعا هو مسكن للألم عن طريق تهدئة القشرة الجبهية الجسدية في الدماغ، ويحفز كذلك حتى نشاط المناطق الأخرى من الدماغ. إذن هو مجاني ومتوفر، وبالإمكان أن يقوم الإنسان بالتأمل بالتأكيد لمجرد الخروج من ضغوطات الحياة. اللون الأرجواني معروف أن الألوان لها تأثير أيضا على نفس الإنسان، بالتحديد الأحمر الملكي هو لون عضوي استخراجه الأغلى منذ العصور القديمة، وهو صبغة مستخرجة من محار الموركس الذي ينتج إفرازات ذات صبغة أرجوانية. لون ملكي استخدم قديما لتزيين ملابس الأباطرة والملوك، ويحتاج إنتاج جرام واحد من الأرجوان الملكي إلى 54 كيلوغراما من أصداف موركس. محمد غسان نويرة مغروم بالتاريخ القديم، وأخصائي في استخراج صبغة الأرجوان الملكي من أصداف البحر بالطريقة القديمة اللي كانوا يستعملوا فيها أجدادنا منذ 4000 سنة. أجدادنا قبل اللي خرجوا الصبغة معناها من الميوريكس بطريقة هذه، يكسروا الكعبة الميوريكس ويخرجوا منها لا جلوند، بعد يخليوها تتخمر في الملح 3 أيام، من بعد يحطوها دون دي ريسيبيون اون ايتا والا قصدير، ويزيدوها دي سوبستانس بالطبيعة، وتقعد الكويسون نتاعها من 7 ل 8 أيام لين ترجع الصبغة معناها سوليوب، ترجع تذوب في الماء، وقتها ينجموا يعاودوا يجربوا يصبغوا فيها الصوف والحرير ويشوفوا كولور. كان تحصلوا على الكولور اللي حاجتهم بها يعني سي بون، سينو يكملوا الكويسون لين يتحصلوا على الكولور اللي حاجتهم بها. دكتور، بعد ما خمرنا الصبغه عملنا لها سكون ابيل لا ريدكسيون، رجعت في ليتا سوليوبل نتاعها، نجموا تو نحطوا فيها الصوف والحرير باش يصبغ. الهواية ذي بديت وانا عمري 14 عام في حصة التاريخ، كنا نقراو على اقتصاد الكنعانيين والفينيقيين واقتصاد كارتاج، وكيفاش اشتهروا باستخراج الأرجوان الملكي هذا اللي كانوا يخرجوه من أصداف البحر وكان أغلى من الذهب.
من الأول الحقيقة واجهت برشا انتقادات، يعني الناس ما يعرفوا عليها حتى شيء الحرفة هذه، ينتقدوا يقول لي معناها شنو تعم بيه هذايا وشنو فايدته وبرشا وقت زايد وتعب وفك عليك. وصلت وبشوية بشوية كيف شفت النتائج والعبيد بدهم يشوفوا النتائج، ولا أكل انتقاد هذاك انقلب إلى تشجيع، وهذاك زاد حفزني أكثر باش نواصل، وإن شاء الله باش نكمل نواصل في الـ في الـ في, الـ في الحرفة هذية، خاطر ديما عندك فيها حاجة جديدة باش تكتشفها. جميلة هي هذه الألوان، خاصة أنها تستخرج من البيئة وتكون ألوان طبيعية، بالتالي أيضا محافظة على البيئة. هنالك بعض الألوان التي يدخل فيها للأسف الكيماويات، فيكون لها تأثير سلبي على جسم الإنسان. وهذه القصة جاءتنا من تونس، ونحن سننقل لكم إلى رياح ونسمات تونسية مع منال بوعلي. صباح الخير منال. صباح النور. صباح الورد. يسعد صباحك. أجمل نسمات. حبيبتي أسمى، حبيبتي. اليوم جولة نبدأها من أوروبا ونختمها بشرق آسيا، طبعا نشهد في مختلف مناطق شبه الجزيرة العربية شح نسبي في الأمطار، معدلات الأمطار خلال شتاء هذا العام. في المقابل طبعا هناك بالعكس منخفض جوي عميق يؤثر خلال هذه الفترات على مناطق واسعة من منطقة بلاد الشام، بالتالي أمطار متوقعة في غضون هذه الساعات القادمة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ولكن شح الأمطار الشتاء الاستثنائي كما وصفه وكما أطلق عليه خبراء الأرصاد الجوية يأتي من أوروبا من شبه جزيرة أيبيريا. تابعوا معي هذا الخبر تحديدا مشاهدينا. تعاني أجزاء واسعة وكبيرة من إسبانيا من الجفاف الشديد لفترات طويلة، حيث بلغ معدل هطل الأمطار هذا الشتاء ثلث المتوسط فقط في السنوات الأخيرة، وأدى الجفاف إلى إفراغ السد على الحدود الإسبانية البرتغالية كان يغذي المنطقة، وتجتذب الآن حشودا من السياح بأثارها الرمادية المخيفة. وبينما شهدت المناطق القاحلة في شبه جزيرة أيبيريا فترات من الجفاف تاريخيا، يقول الخبراء أن تغير المناخ أدى إلى تفاقم المشكلة، ويخشى المزارعون بالتالي من تلف هذه المحاصيل الزراعية. خاصة أشجار الزيتون فهي الإنتاج الأعلى في إسبانيا، للأسف هي تتضرر بنسبة تصل إلى 80%، هم بالتالي قد يفقدون هذه النسبة. ولكن أيضا هذا الأمر ليس بالجديد، في تسعينيات أو ثمانينيات القرن الماضي، وأيضا في تسعينيات القرن الماضي ذات المشكلة هي تتكرر دائما، ولكن يجب هنا كما يقول الخبراء في هذا المجال الترشيد أكثر في استهلاك المياه. وإسبانيا تؤمن الكثير من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الخضروات والفواكه كذلك، وبالتالي هذه الموجة من الجفاف قد تكون ذات تأثير كارثي مستقبلا على الأمن الغذائي الأوروبي حتى. فعلا تصديقا لقولك أيضا طبعا أسمى، ما يقرب من 30% من الكهرباء في البرتغال تأتي فقط من سدود الطاقة الكهرومائية، بالتالي تأثير واسع النطاق كما ذكرت أيضا مراد من طبعا تداعيات شح مياه الأمطار. في المقابل أيضا حتى درجات الحرارة لم تكن ولم تشهد مختلف الدول الأوروبية درجات حرارة عاهدناها سابقا خلال هذه الفترة من العام، تقريبا نتحدث منذ فترة طويلة درجات حرارة في بحدود 15 درجة مئوية في فرنسا، في لندن تنخفض مساء لحدود 15 درجة مئوية، وكأننا بها حتى في دول شمال أفريقيا ربما أقل بكثير مما تشهده الدول الأوروبية خلال هذه الفترة، بما في ذلك دول أوروبا الوسطى. من أوروبا الوسطى إلى آسيا الشرقية، استيقظت مدينة بيجين الصينية مشاهدين على تساقط ثلوج جديدة صباح اليوم الأحد، وهذه هي المرة الأولى التي تتساقط فيها الثلوج على العاصمة منذ افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير الحالي. كما تساقطت الثلوج يوم أمس السبت في المناطق الجبلية للمرة الأولى، مما خفف مخاوف اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمين من أن الألعاب ستقام دون أي ثلوج حقيقية. لكن في المقابل هناك أيضا مخاوف أخرى حاليا من عاصفة ثلجية قوية تضرب مناطق احتضان هذه الألعاب الأولمبية الشتوية، بالتالي يخشى المنظمون طبعا استخدام عوامل إن كان صديقة للبيئة
أو غير صديقة للبيئة لإزالة ولتذويب هذه الثلوج. يقال أنه ستكون لها تداعيات على أماكن التزلج هناك. نعم، بالتالي يخشى فعلا من تأثير وتداعيات التراكمات الثلجية المتوقعة جراء العاصفة الثلجية القوية. أتمنى السلامة للرياضيين الذين يشاركون في هذه الألعاب وأن تمر هذه العاصفة بسلام إن شاء الله. إذن نختم تعليق أسماء. أتمنى بالتأكيد تعودنا على هذا الأمر، دائما الأحوال الجوية ليست على حال واحد. خلال السنوات الماضية دائما نسمع عن هذا البلد أصبحت به متغيرات لم تكن موجودة في السنة الماضية، فبالتأكيد لديهم إجراءات احترازية لمواجهة هذا الأمر مع تنظيمهم لهذه الألعاب الشتوية. بالفعل يقال أن حتى درجات الحرارة ستنخفض مساء اليوم إلى 17 درجة مئوية تحت الصفر. إلى أوروبا من جديد، أضاء بركان جبل إتنا أطول جبل بركاني نشط في أوروبا السماء ليلا بالانفجارات والحمم وأعمدة رماد في صور خلابة، ولم يشكل أي نشاط سابق للبركان تهديدات على السكان أو المدن المحيطة به. أترككم مع هذه الصور، يومكم سعيد. يوم سعيد أيضا أسماء ومراد. شكرا. يعطيك صحة منك. شكرا. كان لدينا ثلج ونار، وننتقل الآن إلى شيء من أخبار الصحافة وما تناولته صحف ومواقع عالمية في قراءة الزميل هيثم أبو صالح. أحييك. صباح النور مراد. صباح الخير أسماء. أهلا وسهلا. أحييك، من زمان ما شفناك على الهواء. نورتنا بوجودك. الله يخليك. شكرا. أسعد الله صباحكم مشاهدينا. مراد وأسماء، سنتحدث عن الأطعمة العضوية وغير العضوية. عندما تذهبان إلى السوبر ماركت أو إلى الأسواق، يعني ماذا تختاران، الأطعمة العضوية أو غير العضوية؟ على حسب المزاج، إذا كان هنالك اتباع نظام صحي العضوية الصحية، أما غير ذلك. لكن المهم ودائما يجب التركيز على ذلك هيثم، المعلومات التي تكون موجودة على العلبة، يجب الاهتمام بهذه التفاصيل. يبدو أن هذه المعلومات غير دقيقة بحسب الخبر التالي، وهناك ادعاءات مغلوطة، تفضل بمتابعة التفاصيل. إذن مشاهدينا، نشر موقع مليات التركي مقالا مثيرا تحدث فيه الكاتب عن مجموعة من الادعاءات المغلوطة بشأن الأطعمة الصحية والعضوية ومخاطر تطبيقها على صحة الناس. فقد أشار الكاتب إلى أن أخطر ما في الأمر هو تصديق الناس لتلك الادعاءات الصادرة عن غير أصحاب الاختصاص أو خبراء التغذية، وينجم عن ذلك إيذاء لأجسادهم وصحتهم البدنية. ونوه الكاتب من خلال المقال إلى 40 مغلوطة خاطئة بشأن الأغذية، من بينها ما يتعلق بالحليب المبستر وأضراره والأطعمة المجمدة والمعلبة وصلاحياتها والإضافات الغذائية واستهلاك الجلوتين والمواد الحافظة وتأثيراتها الصحية. طبعا يعني أكيد كل الناس تعرف ما هو الطعام العضوي بالنهاية، والذي يعني يتم فيه استخدام أقل للكيماويات وأيضا أو يكون خاليا من الكيماويات. صحيح بالتأكيد. طبعا ولكن هيثم، للأسف الآن في زمن السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي، هنالك من يقوم بالتنظير وكأنه متخصص في مجال التغذية، أو بشكل عام وكأنه طبيب درس وحصل على شهادة الدكتوراه، لدرجة أنهم يعطون النصائح
ويقومون بإعطاء هذه النصائح بما يتعلق بالتغذية بالصحة بشكل عام، والناس تصدق ذلك، وهنا المشكلة الكبيرة. صحيح. لذلك نحن في الجزيرة هذا الصباح دائبنا دائما على تسليط الضوء على هذا الموضوع، موضوع التغذية، واليوم ستكون لنا فقرة خاصة بهذا الموضوع، التغذية الصحية وكيف نأخذها من فم الطبيب المتخصص. نعم. أو المتخصص ليس بالضرورة أن يكون الطبيب. طبعا هلأ مراد وأسمى، يعني هذا الموضوع دائما جدلي، هناك الكثير من الدراسات، هناك دراسة تقول أن الناس الذين يأكلون الطعام العضوي هم أقل عرضة للإصابة بالسرطان بحسب إحدى الدراسات. طبعا البعض يتجه إلى الطعام العضوي رغم يعني تكاليف مرتفعة. تكاليف مرتفعة بالضبط، هو أغلى من الطعام التقليدي الذي نراه في السوبر ماركت. لا تحضروني سوبر ماركت بالعربي. السوق. السوق. نتابع مشاهدينا، مع نشرت مجلة بوليتيكو الأمريكية تقريرا سلطت من خلاله الضوء على مدى تفاؤل الأطباء الباحثين بإمكانية وجود لقاح للسرطان كما وجد لقاح لفيروس كورونا، وجاء في التقرير أن آلية العمل الخاصة باللقاحات المتعلقة بالسرطان ستكون شبيهة بآلية عمل لقاحات كوفيد 19، إذ تقوم على تهيئة جهاز المناعة على استهداف مضادات معينة موجودة في ورم المريض، ما يمهد لمنع انتكاس السرطان. ويتابع التقرير أن اللقاحات يمكن استخدامها في الوقاية من السرطان وعلاجه، لكن اللقاحات الوقائية تقتصر حالياً على استهداف الفيروسات التي يمكن أن تسبب السرطان كفيروس الورم الحليمي البشري والتهاب الكبد. يعني ربما من هذا الخبر مراد وأسماء، يعني قد نستطيع أن نقول رب ضارة نافعة، الأبحاث والسعي لإيجاد لقاح لفيروس كورونا دفع ربما أو عجل بإيجاد لقاح لمرض السرطان. هناك دكتور متخصص في أمراض السرطان شرح لي هذا الموضوع منذ أشهر، قال لي أن موضوع اللقاح خاص بالسرطان هو مشروع قديم وليس بجديد، لكن كانت هناك الكثير من المخاوف والعراقيل البيروقراطية بين قوسين التي تعرقل الوصول إلى هذا اللقاح بفعل وجود بروتوكولات خاصة، بروتوكولات تم تجاوزها بحكم جائحة كورونا ولتسريع الوصول إلى لقاح. قال لي إن هذا الشيء قد يعجل من ظهور لقاحات قريبا. صحيح. وقد استخدموا أيضا ذات التقنية التي تستخدم في كورونا وهي الـ mRNA، وهي يعني حرفيا إذا أردنا أن نفصلها للمشاهدين تقنية الحمض النووي الريبي المرسال. يعني تشرح لنا أكثر ولا لازم نبعثك على ويل كورنر يعني قطر. قطر فاونديشن. بأي حال مراد وأسماء، يعني دعونا نذكر السادة المشاهدين بأنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن السرطان يعد أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم، إذ قتل قرابة 10 ملايين شخص في عام 2020. طبعا نتمنى السلامة لكل السادة المشاهدين. هذا ليس كل شيء مراد وأسماء، المزيد من أخبار الصحف بإمكان المشاهدين طبعا أن يتابعوه في الفترة الإخبارية هذا اليوم التي تأتيهم في تمام الساعة 11 وموعد الصحافة في الساعة 2. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا أينما كنتم، يومكم سعيد. الآن مراد وأسماء سيأخذانكم إلى مهرجان. يعطيك الصحة. شكرا هيثم، يومكم سعيد. سنتابع. يعطيك الصحة، يومك سعيد. بالتأكيد سنذهب إلى هذا المهرجان. ما هو؟ مهرجان نيس الذي استعاد في نسخته 37 بعد 100 زخمه من جديد بعد توقف دام لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا. إلى هنا.
الكثير من أمور الحياة قد تدفع إلى النسيان. الكثير من أصيبوا بالكورونا يقولون أنهم أصبحوا يتعرضون للنسيان بعد الأمومة، ولكن بالتأكيد نلحظ هذه الأمور وباتت كثيرة ينسى كثير منا وبشكل عام ومتسارع أيضا مع تقدم العمر. ولعل ظاهرة النسيان وضعف الذاكرة باتت جلية في السنوات الأخيرة، وكثيرا ما ربطها العلماء بتغير نمط حياة البشرية ووسائل التكنولوجيا التي تتعامل بها وتؤثر في صحتنا بشكل عام. ولذا لم يعد غريبا أن نسمع عن تزايد أعداد المصابين بالألزهايمر والخرف وغيرها، ويبقى التساؤل كيف يحافظ الإنسان على ذاكرته ويبعد عنه احتمالات الإصابة بتلك الأمراض. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة لوزان في سويسرا الدكتور هلال الأشول أو هلال الأشول، مدير مختبر الأبحاث الجزيئية لانحلال الأعصاب في المعهد التقني الفيدرالي في سويسرا. دكتور مرحبا بك، صباح الخير. صباح الخير أسماء ومراد، شكرا على الاستضافة. أحب أحييكم في البداية على اهتمامكم الدائم بتوعية مشاهديكم كل ما هو جديد ومفيد في مجال العلوم والصحة. لا شكرا على واجب دكتور هلال. دكتور، نتحدث عن النسيان، فقدان الذاكرة أحيانا في بعض الحالات، ما هي الأسباب المتباينة بين الأشخاص؟ هل هي وراثية أو أسباب أخرى قد تؤدي إلى ذلك؟ سؤال جيد. الإجابة على السؤال تكمن في أننا كأشخاص نختلف عن بعضنا البعض في جوانب متعددة، منها الجانب الوراثي والجيني، بالإضافة إلى ذلك أننا جميعاً نعيش حياة مختلفة وفي بيئة مختلفة، وكل هذه العوامل قد تؤدي إلى تغيرات جينية وكيميائية وعضوية في الدماغ، مما يؤدي إلى تسبب في اختلاف قوة الذاكرة الذي تميز شخصاً عن الآخر. هناك بعض الأشخاص لديهم طبعاً جينات وخصائص في الدماغ التي تمنحهم ذاكرة أقوى، ولكن وكلنا يعرف أشخاص يمتلكون ذاكرة معرفية وذاكرة فوتوغرافية قوية منذ الصغر، لكن العامل الوراثي ليس إلا قطعة من اللغز، وهو إحدى العوامل التي تجتمع مع بعضها لتجعل هناك اختلاف بين الناس. هناك أيضا فروقا بين الجنسين، بين الذكر والأنثى فيما يتعلق في الذاكرة، والكثير منا لا يحتاج إلى دراسات أو أدلة علمية ليقتنع أن النساء يتذكرن الأحداث بشكل أكثر دقة من الرجال. بالفعل أثبتت الأبحاث أن النساء تتمتع بذاكرة أفضل من الرجال. يا ويلهم الرجال من النسوان إذا لم يكن ينسين، يعني ما يقترف الرجال من أخطاء بين قوسين. نتذكر طيب التفاصيل. دكتور، في هذه الحالة المرة الجاية اللي تختلفوا فيها الأسماء تعرف إن الأبحاث في صفك. دكتور، هل في هذه الحالة الوحيد الذي لا ينسى وتتحسن ذاكرته مع الوقت هو جوجل؟ آه جميل. طيب، هل قوة الذاكرة هنا يمكن أن تكون صمام أمان بين قوسين لعدم الإصابة هنا أو لتقليل احتمالات الإصابة بألزهايمر مثلا عند التقدم في العمر؟ لا، من قد يكون السؤال يعني بطريقة ثانية، هل الأشخاص الذين يتمتعون بذكاء عقلي أو ذاكرة قوية محميين أو قادرين على تجنب الإصابة بالمرض؟ طبعاً الإجابة للأسف لا. الدليل على ذلك هو أن الكثير من المصابين حالياً بمرض الألزهايمر ويصيبوا بالمرض هم ممن كانوا يمارسون مهاماً تتطلب كل هذه الخصائص والمهارات، مثل الأطباء والعلماء والأدباء وغيرهم. والدليل الآخر أنه بالرغم كما ذكرت أن النساء تتمتع بذاكرة أقوى من الرجال في منتصف العمر، إلا أن في السنوات التالية تتدهور الذاكرة وبعض الوظائف المعرفية بشكل أسرع لدى النساء. لماذا؟ كما أن معدلات الإصابة بمرض الألزهايمر أعلى لدى النساء من الرجال. دكتور، لماذا تتدهور هذه الذاكرة بهذا الشكل الكبير لدى النساء؟ هنالك أسباب عديدة، ولكن يرجح العلماء الكثير أن لها علاقة بالتغييرات الهرمونية التي تحدث للنساء بعد منتصف العمر. أما من ناحية لماذا معدلات الإصابة بالمرض أكثر، فهذا جزء منه يكون بسبب أن النساء يعمرن أكثر من الرجال
بمعدل 4 إلى 5 سنوات. دكتور، هذا يجعلني أسألك عن موضوع غاية في الأهمية. أنت أشرت إلى موضوع التغيرات الهرمونية وتأثيره على الذاكرة. ما الذي نعرفه حتى الآن علميا بشأن ارتباط الصحة العقلية الذهنية للإنسان بالصحة الجسدية بشكل عام؟ هذا نعرف الكثير، وخلال السنوات الخمس الأخيرة بدت لنا أمور يعني قد تفتح آفاقا جديدة لمعالجة هذه الأمراض. نعرف اليوم أن هنالك علاقة مهمة ما بين العقل، ما بين الدماغ، وبين المعدة، وبين الكائنات الموجودة في المعدة من فيروسات وبكتيريا، وأن يعني حدوث خلل في توازن أنواع البكتيريا الموجودة في المعدة قد يزيد من احتمالات الإصابة في الأمراض العقلية. كنا في الماضي نفكر أن الأمراض الدماغ منفصلة عن الجسم. هنالك أيضا نظرية نبحث فيها نحن والكثير من العلماء، هي التي يعني فيها احتمال أن أمراض الدماغ مثل مرض الباركنسون أو المرض الرعاش قد يبدأ في المعدة قبل أن يكون في الدماغ، في حوالي 10 إلى 15 سنة قبل أن تبدأ يعني تلف الخلايا العصبية في الدماغ. وبالتالي هل الكشف المبكر هل يمكن أن يجعلنا نتلافى الإصابة بالباركنسون مثلا؟ العفو، ممكن. هل الكشف المبكر على هذه الإشارات الموجودة على مستوى المعدة يمكن أن يؤجل أو يؤخر الإصابة أو يحمي من الإصابة بهذا المرض؟ نعم، هي الأمراض مثل الألزهايمر والباركنسون غالبا تبدأ ما بين 10 إلى 5 سنوات قبل أن نلاحظ الأعراض التي نعرفها الشائعة للمرض، كفقدان الذاكرة أو صعوبة الحركة في الباركنسون ديزيز. لذلك يعني بالوقت الذي نحاول أن نتدخل فيه علاجيا تكون المرحلة متأخرة جدا، وهذا سبب من أحد الأسباب التي يعني يقول العلماء أنه فشلت جميع الأدوية التي جربناها، لأن نحن نبدأ عملية العلاج في مراحل متأخرة. مثلا في مرض الباركنسون عندما تبدأ أعراض الرعاش يكون الشخص قد فقد حوالي 65 إلى 70% من الخلايا التي تنتج الدوبامين. لذلك يعني إمكانية الاكتشاف المبكر لهذه الأمراض يفتح آفاق جديدة لاكتشافها مبكرا ومحاولة علاجها أو محاولة إبطاء تطورها إلى أن يكون هنالك علاج فعال. دكتور نعم دكتور، هل نستطيع أن نعتبر أن الوضع الاجتماعي أو الحالة التي يمر بها كبار السن على سبيل المثال الوحدة قد يكون لها سبب رئيسي بما يتعلق بالخرف؟ الوحدة، طبعا الوحدة يعني التي تحدث عنها هي الوحدة يعني تؤدي إلى اضطرابات صحية ونفسية وعقلية، يعني يكون لها ردود سلبية على الدماغ من الناحية الكيميائية في الدماغ ومن الناحية العضوية. وهنالك دراسات يعني عديدة التي تشير إلى أن الوحدة يعني تعزز من احتمالية الإصابة بمرض الألزهايمرز. لكي نضع يعني كان هنالك دراسة قريبا التي ركزت على الشعور بالوحدة المستمرة خلال منتصف العمر ما بين 45 إلى 60 عام، وما إذا كان هذا الشعور يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالخرف ومرض الألزهايمر في وقت لاحق. وأشارت النتائج بالفعل أن الشعور بالوحدة المستمر في هذه الفترة يزيد خطر الإصابة بمرض الألزهايمر مع التقدم سنا. وما هو ملفت للانتباه في هذه الدراسة أيضا أنهم وجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من الشعور بالوحدة يعانون ويتعافون من ذلك يصبحون أقل تعرضا للإصابة بالخرف أو مرض الألزهايمر حتى مقارنة بالأشخاص الذين لم يشعروا بالوحدة. أي أن الأشخاص الذين يتمكنون من التغلب على هذا الشعور سواء كان بسبب تحسن حالتهم أو لحصولهم على الدعم النفسي والعاطفي أو نتيجة لتدخل طبي قد يتمتعون بمرونة نفسية تقلل من مخاطر الإصابة بالمرض. طيب دكتور، بالنسبة للتعامل مع مرضى الزهايمر أكيد
أعتقد أن هناك يجب أن تكون هناك معاملة خاصة لهذه الفئة. ما هي الأخطاء التي يمكن أن نقع فيها، وما هي أحدث العلاجات الخاصة بالأمراض العقلية إلى حد الآن؟ بالنسبة للأخطاء، يعني على المستوى الطبي لدينا مشكلة كما ذكرت سابقا في اكتشاف المرض مبكرا، عرفت هذا؟ يعني هنالك مرحلة مثلا في الألزهايمر قبل بدء المرض اللي هي يعني يكون فيها يعني نسيان طفيف، يكون الشخص يعاني من أشياء قد لا يلاحظها الغير ولكن بإمكان الأهل أن يلاحظوها. فالأخطاء في البداية هي في عملية اكتشاف المرض وتدارجه وأخذ الشخص الذي يعاني من المرض إلى الدكتور مبكراً واحتوائه وتقديم الدعم النفسي والعاطفي لهذا الشخص في مرحلة مبكرة، لأنه في البداية يكون صعب على الشخص يتقبل وصعب عليه أن يعترف بذلك للآخرين أو حتى في العمل، لأنه يعني قد يكون لذلك عواقب كثيرة. الخطأ الثاني الشائع هو طريقة التعامل مع هذه المرضى. هنالك الكثير من الذي يكون يعني يتجاهلون أهمية الدعم النفسي والعاطفي، يفكرون يعني ويقولون أن هذا الشخص بات لا يعرفنا، بات لا يدرك من حوله، فيتركوه لحاله يعني مجرد يعني تغذية وعناية صحية، وهذا كما ذكرنا قبل يعني قد يؤثر تأثير سلبي مما يؤدي إلى تطور المرض بسرعة أكبر يعني. طيب دكتور، ما هي أبرز العلاجات المستخدمة إلى حد الآن؟ بقيت لدينا بعض ثواني، أقل من دقيقة لو سمحت دكتور. لا يوجد علاج اليوم الذي يحمينا من أن نصاب بأمراض الخرف. الجميع الأدوية وسائل العلاجات المتاحة هي تعالج أعراض المرض وليس الأسباب الأساسية للمرض، والهدف منها هو تسهيل الحياة اليومية للمرضى وتخفيف معاناتهم. في مجال الباركنسون ديزيز هناك تقدم نوعا ما، هناك علاجات التي تعمل على يعني أدوية التي تعوض ما يفقده الإنسان بسبب موت خلايا معينة. هنالك أيضا طرق جديدة مثل التحفيز الكهربائي للحالات التي لا تستجيب للأدوية، وهي أكثر فعالية عن طريق التحفيز العميق للدماغ، وهي طريقة علاجية ابتكرها وساهم في تطويرها العالم الجزائري الفرنسي عليم بن عبيد، الذي قد رشح لجائزة نوبل عدة مرات وأتمنى أن يحصل عليها. هي طريقة تستخدم أقطاب كهربائية يتم زرعها في الدماغ في أماكن محددة وتصدر شحنة كهربائية تثبت النشاط في الدائرة العصبية، مما يوقف أعراض الارتعاش والتصلب، ويمكن المريض من أن ينعم بحركة بشكل طبيعي. وتستخدم هذه الطريقة لمعالجة الأمراض الاضطرابات النفسية أيضا اليوم. الأشياء المهمة هي في اليوم الذي يمكن أن ننصح الأشياء الأخواننا وأهلنا أن يقوموا بها هي الاهتمام بالطعام الصحي، قلة يعني ممارسة الرياضة لها دور مهم، وأظهر دراسة جديدة أن التمارين الرياضية تعزز مستويات البروتينات المعروف بتقوية التواصل بين الخلايا. وبالتالي دكتور نمط الحياة الصحي مهم جدا حتى بالنسبة للصحة العقلية. من لوزان في سويسرا دكتور هلال لشول، مدير مختبر الأبحاث الجزيئية لانحلال الأعصاب في المعهد التقني الفيدرالي في سويسرا، شكرا جزيلا لك وطاب يومك. مشاهدينا سيكون لدينا فاصل قصير، بعد هذا الفاصل حديث عن الوجبات السريعة وأضرارها، كونوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قد يتمكن الإنسان يوما ما برأي البعض من أن يعيش حتى سن 150 عاما بفضل بعض الأدوية الجديدة أو تحسينات التكنولوجيا الحيوية، ولكن حتى ذلك الحين هل فكرنا مشاهدينا أن ذلك قد يحدث بطرق تقليدية بسيطة، أهمها أن نحافظ على صحتنا من خلال جودة الطعام الذي نتناوله. في ظل إيقاع الحياة الحديثة الذي دفع كثيرين إلى تناول الوجبات السريعة، وفي ظل الثقافة التي تروج للاستهلاك وتقيم سباقات الطعام التي يتنافس فيها أفراد في أكل كميات أكبر من طاقتهم،
في ظل هذا ظهرت دراسة جديدة تشدد على أهمية النظام الغذائي لإتاحة الفرصة للإنسان ليتمتع بصحة أفضل وعمر أطول. تشير الدراسة التي نشرت في المجلة الطبية بلوس ميديسن إلى أن الشاب البالغ الذي يعيش في الولايات المتحدة يمكن أن يضيف أكثر من 10 سنوات إلى عمره المتوقع ببساطة عن طريق الابتعاد عن النظام الغذائي الغربي الذي يعتمد على تناول الوجبات السريعة بكميات كبيرة واتباع نظام غذائي متوسطي تقليدي، وهذا يعني تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة وتناول الكثير من البقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات. يقول باحث التغذية النرويجي ومؤلف الدراسة الرئيسي لارس تور فانز إن عوامل الخطر الغذائية العالمية تتسبب في 11 مليون حالة وفاة و255 مليون حالة إعاقة سنوياً، وأضاف أن فهم الإمكانات الصحية لمجموعات الغذاء المختلفة يمكن أن يساعد الناس في تحقيق مكاسب صحية مجدية وكبيرة على المدى البعيد. هي إذن رسالة بسيطة، وجبة سريعة قد تعني نهاية سريعة. للحديث مشاهدينا عن الوجبات السريعة ومخاطرها والبدائل الآمنة لها، معنا هنا في الاستوديو الدكتورة ريما تيم، أستاذة تغذية في قسم التغذية البشرية بجامعة قطر. دكتورة مرحبا بك، صباح الخير. أهلا فيكم، مساء صباحكم. صباحك دكتورة. خلال مشاهدتنا لهذه الصور والفيديو للوجبات السريعة بالتأكيد كشكل هي تجذب، وأيضا كسعر، ما إذا تحدثنا عن الوجبات الصحية دائما تكون الأغلى، ولكن ليس هذا موضوعنا أكثر مما هو موضوع لماذا هي تحمل هذه السمعة السيئة، ما هي الأشياء المضرة التي توجد بها بحيث لا ينصح بها. هلا عادة الوجبات السريعة هي كتعريف ليش سموها وجبات سريعة؟ لأنها تحضر بشكل سريع، مكوناتها بس تحتاج للقلي، يعني هو قلي أو شوي أو بالمايكرويف تنحط فبتطلع جاهزة، فهي عشان هيك بسموها أكلات سريعة. هلا عشان أنت تقدري تحضيها بشكل سريع حتكون غنية بالدهون والدهون المشبعة والمتحولة. هلا عندنا مشكلة الدهون إنه بالنوعين اللي موجودين بالوجبات السريعة، الدهون المتحولة هاي يعني تتسبب أمراض القلب، معروف إنه منظمة الصحة العالمية الآن بتحذر من تناول الدهون المحتوية أو الأطعمة المحتوية على الدهون المتحورة أو الدهون اللي بسموها ترانس فاتي أسيد، الدهون المتحولة أو المتحورة. هلا هاي صعب تمثيلها داخل الجسم، فبالتالي بيصير في عنا أمراض قلب، هي أحد مسببات أمراض القلب بالإضافة للدهون المشبعة اللي بتكون جاي من السمنة والزبدة والدهون الحيوانية. لأنها تقوم بغلق أو خلق دهون في بالنسبة هي تترسب على الشريان، وبالتالي بيصير تضيق بالشريان، أي تجلط بسيط بسكر الشريان فبعملنا الجلطة الدماغية أو الجلطة اللي بتكون على القلب، وعشان هيك لا ينصح فيها اي دهون. يعني عاده نحن بنلجا لزيت الزيتون والزيوت العاديه لانها انسيابيه الدم فيها بتكون اقل، والفواكه والخضروات بتحافظ على هاي الدهون انها ما يصير لها اكسده. هي يعني المشكله انه مجرد هاي الدهون ما يصير لها اكسده، لانه احنا بناكل دهون بشكل مستمر ما ناخذش بالمقابل مضادات اكسده، ففيها رابطه مزدوجه. هاي الرابطه المزدوجه اذا تاكسدت تكون هي بداية النواة لتكون التصلب الشرايين. فعشان هيك دائما بنقول حتى لو بناكل دهون نلجأ لزيت الزيتون هو الأفضل، وهلأ في توجه كتير كبير على غذاء حوض البحر المتوسط الغني بالبقوليات وبزيت الزيتون وقليل باللحوم وغني بالخضروات والفواكه كمان. هلأ الوجبات السريعة تحتوي كمان على الصوديوم، الصوديوم يعني معروف أنه أحد أسباب أمراض ارتفاع ضغط الدم، محتوية كمان على السكريات زي الحلويات مثلا، عادة مثلا مش بس برجر، انت مع البرجر بيكون في حلويات اخرى، دوناتس، شغلات كثير مصاحبة له، او البيبسي او يعني المشروبات الغازية. لكن دكتورة لماذا هي بهذه اللذة التي تجعل من يقبلون عليها مدمنين بين قوسين عليها؟ ما هو السر؟ السر الدهون المشبعة لانها بتعطي طعم يعني طيب وشهي، بالاضافة للدهون السكريات،
يعني احنا اي شيء نقبل عليه حلو يعني حتى عند الاطفال. يعني هذه الحلاوه التي نتلذذ بها هي السم الذي نبتلعه. مرتبطه بزياده الوزن، مرتبطه بامراض القلب، مرتبطه بالسكر النوع الثاني، الاصابه بالسكر النوع الثاني، مرتبطه بانواع من السرطانات يعني عافانا وعافاكم الله. فبالتالي هي مرتبطه بعده امراض مزمنه، السكريات والدهون والاملاح الملح بشكل عام اللي هو الصوديوم. هلا الصوديوم مشكلته مش بس موجود بالملح، كمان الصوديوم موجود بالمواد المضافة اللي يتم إضافتها والمحافظة اللي بتكون مضافة على الأغذية، فهو إحنا مصدره بيكون من أكثر من مكان الصوديوم. في التقرير استمعنا لمجموعة من النقاط المتعلقة بالطريقة الأمريكية في التناول، وحذرت الدراسة من هذه الطريقة إن كان من نوعية الأكل أو حتى كمية الأكل. هنا ما هي الإشكالية؟ هلا الاكل الامريكي هو بنسميه الاكل الغربي. هلا اساسا الوجبات السريعه بدات بامريكا، انطلقت من امريكا بالاربعينيات الخمسينيات واستمرت وانتشرت بكل الدول، حتى باقاصي الدول بتلاقي فيه برضه الوجبات السريعه، مطاعم الوجبات السريعه ككميه وكنوعيه. نوعيتها زي ما حكينا قبل شوي انه هي بتحتوي على دهون، بتحتوي على سكريات، بتحتوي على الملح بكميات، يعني الملح احنا 1500 ملي جرام او الصوديوم 1500 ملي جرام باليوم. الوجبه الواحده ممكن تعطينا اكثر من 2000 ملي، بالذات لما يكون فيها بطاطا مقليه. يعني تقصدين 1500 ملي جرام هي احتياجات الوجبه الواحده ممكن تعطيك اكثر اذا بتحتوي على املاح وبعدين فيها مواد حافظه تفتقر. وبالتالي الصوديوم او الملح يؤدي الى احتباس السوائل. احتباس السوائل بيزيد من حجم الدم، زياده حجم الدم بتاثر على الشرايين، لان انت بدك تضخ دم فهذا بياثر على الشرايين، فبصير ارتفاع بمعدل ضخ الدم لانه القلب بده يعني يضخ بشكل اقوى. وبالتالي الضغط هذا يضغط على عضله القلب وعلى الشرايين، فبصير في زي بضخ بشكل مستمر بقوه عاليه، فبعد فتره بتحس انه صار في تعب بهذا الشريان بعمليه ضخ الدم، فبصير اللي هو تضيق مع ارتفاع ضغط الدم. هلا بعديها بيبدا المريض ياخذ مدرات للبول، بياخذ ادويه الضغط، فاحنا بغنى عن كل هالاعراض هاي. هلا اهم شيء ممكن يسبب الوجبات السريعه هو السمنه اللي بتؤدي لهدول الكميات الكبيره. كميات كبيره طبعا، حركه قليله، وبالتالي تراكم الدهون على منطقه البطن بيؤدي لاصابه بالسكر النوع الثاني بالذات. تراكم الدهون برضه بيؤدي ل يعني في مواد احنا بنسميها المواد الالتهابيه، تزيد بتاثر على القلب، بتاثر على خلايا الجسم بشكل عام. هلا عشان الكبد كذلك اكيد الكبد بتراكم فيه دهون، فبصير عندنا كبد دهني. والكبد الدهني اذا لم يتم معالجته بتحول لتليف كبدي، فنحن ندخل بمراحل مرض السكري فيه. السكري النوع الثاني بالذات. هلا الاهم يعني بهذا الموضوع انه كمان قلة الألياف المحتوية عليها الوجبات السريعة هاي تؤدي مثلا لمشاكل بالجهاز الهضمي، من ضمنها واهمها الامساك، يعني بيكون في امساك ما هو البديل؟ بالتاكيد عندما تكون هناك صحي اضرار بالتاكيد البديل الصحي بالتاكيد الوجبات السريعه عندما نتحدث عنها ليست كلها ضاره، هنالك بعض المطاعم التي تقدم ما هو صحي ولكن بالامكان اعداده في داخل المنزل. هلا بالامكان اعداده بداخل المنزل، اذا اضطرينا ناكل برا ما يكونش بشكل يومي، يعني مش انه سلوكنا اليومي انه 3 مرات بالاسبوع ناكل خارج أو نطلب ديليفري، يعني صار سهل جدا خاصة خلال فترة الكورونا تعودنا صحيح. إنه بسرعة. طب الديليفري كله غالبا بيكون أكل غير صحي غالبا، حتى أكل المطاعم إحنا مش ضد ولكن بيستخدم الدهون، تستخدم نوعية مش دائما النوعية يعني العالية الجودة، يعني فهو بيختلف من مطعم لمطعم. هلا أكل البيت هو الأفضل، أكل البيت نستطيع التحكم بنوعية الزيوت، بكمية الدهون المحطوط اللي مضافة، بكمية الملح اللي إحنا منحطها. صحن السلطة بيكون وجبة أساسية مع الأشياء الأخرى. فهلا إذا بدنا نحكي عن وجبات سريعة هي أكثر من مرة لمرتين بالشهر، يعني لو مرة بالأسبوع هذا أقصى شيء ممكن نوصل له، تكون خياراتنا صحية، نطلب زيادة كمية الخضار والألياف عشان نزيد الألياف، نقلل يعني أحيانا بتلاقي إنه الحجم تضاعف، يعني المشروبات الغازية تضاعفت. دكتورة منتجنا مصر على الشوربة، يسألك يقول لك خلي لي على الشوربة، سر الشوربة وشوربة الدجاج، ولو أني أيمن أفضل شوربة لا مش شوربة اللحم، شوربة السي فود. السي فود أنا الخضار. هلا الشربات جميعها مفيده اذا كانت برضه قليله الملح واذا تحضرت من الافضل السي فود او الخضار.
كل واحد له فائدته. الخضار فيها اليافها وفيها كميات من المضاد، بس لما نعمل الشوربه المفروض مش كتير انها نحطها على النار لانها تفقد قيمتها الغذائيه، فخليها شوي تكون يعني زي ما نحكيها كريسبي، يعني انها فيها قرشه على اساس انه لسه الخضار محتفظ. محتفظ. نعم. كل ما طبخنا اكثر كل ما القيمه الغذائيه يعني قلت. وشوربه الدجاج، شوربه الدجاج ممتازه. هلا هدول مهمين مثلا اللي عنده انفلونزا، للي داخل بدور كورونا، يعني بتساعد شويه على انه الجفاف اللي بالحلق يخف. فيها قيمه غذائيه شوربه الدجاج وشوربه اللحمه، بيكون فيها الاحماض الامينيه المنطلقه اللي جايانا من اللحوم نفسها، فيها سوائل، فيها نسبه دهون مقبوله. يعني اهم شيء الملح ما يكونش كثير عالي، وما يكونش فيها سعرات حراريه كثير، يعني مثلا ما يكونش مضاف إلها زيت بكميات كبيرة، ما يكونش فيها مثلا شعيرية وشغلات اللي بتضيف. ولكن دكتورة يتم إعدادها في داخل المنزل يفضل. وليست الجاهزة في الأظرف. هلأ الجاهزة في الأظرف ممكن استخدامها، ولكن يعني ممكن بدل ما هو لتر من الماء نحط له لترين ونضيف عليها شغلات من البيت. لنقلل الأملاح. نقلل الأملاح، لأنه وفي مواد مضافة كمان بتكون مواد حافظة، مواد يعني منكهات. هذا كله لما أنت مثلا ضاعفت كمية الماء وأضفت عندك من الخضار الموجود بالبيت، مثلا حطيتي بروكلي، جزر، بازيلا، الأشياء بصل. اللي نحطها بصل مفهوم. هذا بيزيد من القيمة الغذائية وبيقلل المساوئ اللي ممكن تكون موجودة بال. لكن ربما قد نحتاج هنا إلى فترة انتقالية لانتقال الذوق كذلك، ومستشعرات الذوق من تذوق هذا صحيح. الطعم طعم الجانك فود بين قوسين غير صحي إلى الطعم الصحي. دكتورة هذا موضوع كبير يمكن أن نتحدث فيه لفترة أطول، وربما في حلقة قادمة إن شاء الله. دكتورة ريما تيم، أستاذة تغذية في قسم التغذية البشرية بجامعة قطر، شكرا جزيلا لك. شكرا دكتورة. منيلهم طلابك يعني بيك يعني. الله يخليك. مشاهدينا شكرا لكم أيضا لمتابعة حلقة اليوم، فإلى اللقاء. سلام عليكم.